نادي النصر اليوم لاعبين قدموا مستوى يعني، وكانت نتيجة 1-1 رجعوا للمباراة، ضربات ترجيح، ضربات يعني حظ خدم العالمي. ومبروك من الأعماق لكل الهلال إدارة وجهاز فني ولاعبين الهلال حظا وافرا للنصر. مبروك للهلال، ألف مبروك، هارد لك للنصر. الفريقين عملوا مجهود كبير جدا، الفريقين عم بذلوا مجهود كبير جدا. يعني شوفوا قدامنا كريستيانو ما شفتوش قبل كده يعني بهذا الانهيار، يعني لأنه حاسس إن كان يستحق. النصر فعلا لعب يمكن 90 دقيقة بالذات الأولانية كان أحسن بكتير، يمكن النص ساعة اللي لعب فيها زيادة واحد من أقل بكتير من 90 دقيقة اللي لعب فيها في وقت كبير ب 10 لعيبة أو أقل من الهلال. لكن هي دي كرة القدم، فرقة الهلال فرقة كبيرة ما سابش حاجة للصدفة، كل الأماكن اللي جاي فيها لعيبة محترفة استفاد منهم بشكل كبير جدا. النهاردة واحد زي ياسين بونو طبعا إنه يكسب نضى كل البنالتيات حتى اللي ما صدهاش، رايح مع الكورة على طول، حاط رايح مع الكورة على طول، حاط اللعيبة تحت بريشر كبير جدا. مبروك للهلال.